فهد يا فهد الله يرحم والديك. دوام ثمان شاي. ارحب. حره حره. بس هما انا تدري وش كانت تدري لو مشيره وش؟ والله انها رهيبه تدري وش؟ صالح. طيب حط كود خصم كل متسابق طيب؟ لا 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 ما يبغى كود خصم بنتي على طول نقعد هناك. ولا عندنا يلا. لا لا فرشه فرشه ما نبي نطيح على هاك. هناك شنو ودي فيه فيه ورانا في سفر يا رجال ما احنا نطيح هناك 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 كم بالعيال لازم ما تجمع مكان واحد خلاص ابشر غبي انت لازم تصير ذكي يا ابو يوسف هنا هنا عشان بزد هناك عقبها بزمز قولك لو يحط لك كود العرب فقد الصديق قسى من الوسواس على طاري الاكواد انت لما تحط كود ترى في المرحبا ومسهلا طيب اسمع الحين انا لو مثلا لو ليش ما صار وضع دقيقه خلينا ندبل السفره الاكواد اول شيء تواجه ارحب مرحبا يا مرحبا ومسهلا والله دقيقه خلينا ندبل لك يا اسف تعال شوي يا مس يوسف شوي واليوم يقولك شوي طيب تقول ايش مشكلة الاكواد؟ لازم تدبل الاكواد الاكياس حط تدبل الاكواد ها؟ ايه مشكلة الاكواد طول العمر اول شيء تواجه صعوبة تنتهي ولا تواجه صعوبة؟ لا حتى في تقسيم الفلوس. اثنين طول العمر عطنا الشطة اثنين طول العمر الكود ينتهي بعد نهاية بعد خروجك من تعال اقلط احوالك تعال يا رجال شاركنا شو اللي مالك هو؟ اكلت بس عافية يا قلب الكود بس الكود طال عمرك اذا نزلت من البرايم وطلعت غدرة القرية ينتهي مفعول الكود يبغى متجر لك يفيدك الوقت صح انت بدعت يا صالح جاك شركة مثلا سين بسم الله إيه؟ شافت ترى صالح مبدع يسوق يعرف يطلع المنتج حقه يعرف يوصله للجمهور عنده جماهيرية كبيرة انت حفالك يا رجال ايش بالك؟ طيب اقعد سولف اسمع جاتك تقول صالح قطعوا نشوط كبير صار عندك قاعده جماهيريه وقاعده تسويقيه يا سلام تختصر شيء كثير حتى لو تطلع بعض ما يطلع التسويق يطلع جمهوره قوي بس ما يفتح متاجر ولا شيء بحكم جهله بحكم ما يدري بحكم ايا كان يعني زي عاد جاي من الديره والله ما يفتح متجر تقول افتح متجر تقول ما معي رخصه بلديه ما كذا أيوة. ما له علاقه صح فقالت يا عاد خذ لك متجر هذا متجر جاهز حقك عندك سنة يعني تعتمد بالعربي على قوتك ذكائك التسويق وعلى قوتك الجماهيريه تقريبا رقم واحد يعني عندك جماهيريه صالح عندك متجر جاهز خلص قال ابو السيف قال لي والله ما ابغاك انا ما مشيت عندك وقالت الشطه ذي انا مشيت عندك حلو فيروح براند عطور شوف انه مشى عندك تتوافد عليك الشركات انت تشوف عاد المنتج المستهلك احتياج العميل ايا كان يعني بسم الله طيب يعطوني يعني تفصيل عن المنتج قبل يعني اسوي زي مثلا يقول فيه لا انا اللي اتكلم عنه مثلا يا طعم السلامه هل المنتج هذا بنفس الشركه نفسها هل هو ماشي ولا ما هو ماشي ما راح تجيك شركه ما راح الاداره توقع مع شركه هي شركه قويه شركه ماشي شركه لها اسمها بدا من الاحسب سبع اكواب اسمها هي موجوده الاداره طيب ما راح تجيبك شركه عمرها اقصد المنتج ما اتكلم عنه خذ بس عمرها في السوق مثلا شهرين انا اتكلم يا اخوك عن بجيبك منتج جيد شركه جيده على المنتج مو على الشركه بس بس بس, بس. يعني منتج ما هو ماشي عند الشركه كيف منتج مو ماشي يعني شوف خذ قاعده شركه ما مش عندها منتج بتوقف تصديره بعيدا عن البدايه وعن متسابقينها توقف تصديره بتجيبك منتج جديد او بتطور تصدرك من جديد يا سلام. تغير اسمه يا سلام من شوف ترى اعطاني كذا حمل تسويق ولا ما لي فيه من الذكاء التسويقي مثلا كوب هذا اسمه كوب صالح ما مشى تسويقه ليه من الذكاء التسويقي تغير اسمه سمي كوب معجب وتعدل عليه ايه تحط له عروه تحطه كذا اما تعيد تصنيع هذه ما راح تمشي تشارك بتقفل هنا تخسر على الكوب طيب فما راح يجيك الا منتج ماشي اوريدي يعني وعروض مجدد والله ذا الحجار
في كوب والله والله مو بحي الله طيب هاي الله ذا الحجار طيب هاي والله ذا البنات اسف اني قطعت السالفه فمن الطبيعي ما راح يجيك الا براند ماشي او منتج ماشي شركه لها اسمها شركه قويه نعم. شركه قاطعه باع في التسويق ايه صالح انت خلص روح له الاستوديو ايه ايه انا معه لا لا استلم ما راح يجيك الا منتج جامد منتج كويس شركه كويسه يصير متجر فاضل لك انت خلاص والله انا مشيت عندي الشطه هذه مشيت عندي بس ما ابغى لا بغير بجرب ابغى اغامر مغامره جديده حط دجاج طيب يا اخي نشوف الحصانه طيب انا جتني حصانه مبرايه طيب انا يعني مثلا الحمد لله يعني نقاطي كثيره وبعيد انا عن بعيد عن مثلا خلاص بزوت مثلا عندك حصان اليوم بزوت صدق والله بيع عادي لا يا رجال اقدر اسوي شيء منها هل اقدر اهديها على احد مثلا والله سلمان ها في سفن في عنده في كاسات عندكم في انا معجب فهمت فكره بزوت لا مو بزوت لا لا هل اقدر يعني مثلا اذا لي انا اخذ حصانه هو اصلا ما هو بالبرايم المفروض غلط اللي في البرايم هو اللي ياخذه كاسات عندكم تساكل يا اخي قل جالس ياكل كاسات وين يا علي موجوده 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 بس كذا كاسات دول خاف يعني المفروض بس اللي يدري انه مو في برايم ما ولا اللي ما يشد حيله لا ها طيب طيب شنو ما انت تقول يعني انا اذا نقاطي مهبع انا احس اني ماني برايم بما اني سلمان يعني حافظ نقاطي كذا ما راح يشد حيله صح لا يا ابن الحلال يا اخي هذه فيها فلوس هذه فيها دخل فيها دخل للمتسابق عرفتني يعني بعيد عن كل شيء طيب معجب يا اخي في شيء بس كذا لو حاجه اقتراح نفسي اقدم لك ارحب ارحب لا هنا خبره تسويقيه طيب يا اخي ليش ما يعطونا دورات تسويقيه يعني اتوقع انهم ممكن يكونوا في الموضوع ده صح لان والله ترى صدق الصدق اكلمك عني انا تبغى والله عظيم يعني جاهل بالتسويق صحيح عندك تبغى دورات تسويقيه ولا تبغى تسوق ها تبغى دورات تسويقيه ولا تبغى تسوق تبغى خذ دورات اكيد انا ابغى دورات عشان اسوق اسمع اسمع اخذ دورات تسويقيه طلعت برا فتحت متجر دفعت فيه فلوس ما مشى تحط اللوم على دوراتك تحط اللوم على اشياء ثانيه الان اعطوك متجر جرب التجربه خير خير مثال للتعلم انك تجرب وتغامر صح طيب يا اخي انا مو على حسك انا ابغى اجمع بين التجربه صدقني انا ابغى اجمع بين التجربه اعطوك 1000 دوره 1000 دوره اعطوك متجر واحد اشتغل فيه شهرين لان شغلك في المتجر بتفيدك اكثر من 1000 دوره يا اخي والله اني ادري والله اني ادري لكن انا اتكلم عن ايش عن ان التسويق انه احيانا في مبادئ له لو بس تعليم المبادئ هذه بسيطه اللي تخليك تفلح ايوه تفلح اهم حاجه وشي اهم حاجه قولوا شيء اهم حاجه نحتاج عميل علم قال احتاج عميل انا من جاي بصير خويك مره احتاجك لو خلص كل عيال جاني ضبطنا التسويق ضبطنا ضبطنا قلت تم 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 ما ادري من يجيهم بس قلت تم وانا تم لا ما يجب انا ما ابغاك تعاوني بالتسويق انا ابغاك تعاوني فيه